حسناً، إنها حرب بالوكالة. نقطة الارتكاز الحقيقية للحرب كانت دخول الناتو إلى أوكرانيا وتوسع الناتو في أرجاء أوروبا كلها. اتفقنا في 1992 حين أخرج غورباتشوف قواته الروسية من ألمانيا الشرقية وسمح لنا بإعادة توحيد ألمانيا تحت قيادة الناتو. اتفقنا على عدم نقل الناتو إلى الشرق، ومنذ ذلك الحين نقلناه إلى 14 دولة. وضعنا نظام إيجس المضاد للصواريخ النووية في بولندا ورومانيا. نستطيع إيصال الأسلحة النووية إلى موسكو خلال 12 دقيقة. تخلينا عن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي وقعناها. اتفقنا بالإجماع على الانسحاب الطبيعي. بوتين يحمل مخاوف متعلقة بالأمن القومي كالتي ساورت عمي حين وضع الروس الصواريخ السوفيتية في كوبا. أنا لا أختلق المبررات لبوتين، فقد كانت أمامه بدائل أخرى، وبوتين هو بوتين وأنا لا أؤيده. أعظم الدبلوماسيين الأمريكيين جورج كينان مصمم سياسة الاحتواء أثناء الحرب الباردة، بيل بيرس مدير المخابرات، وبيل باري السفير الأمريكي لدى الاتحاد السوفيتي قالوا جميعاً إنهم سيستقيلون إذا نقل الناتو إلى أوكرانيا، لأن هذا سيرغم روسيا على اتخاذ رد فعل عنيف. جاء الروس إلى طاولة المفاوضات مرتين ووصلوا إلى حلول مع الرئيس زلنسكي، وكانوا مستعدين للتوقيع في المرتين، وفي الحالتين دمرت أمريكا الاتفاقيتين، إحداهما في أبريل 2022 والأخرى في محكمة مينسك، وقد أرغمنا زلنسكي على عدم التوقيع على تلك الاتفاقيات.